هنا يقف المسجد بإجلال، وعلى مقربة منه تقف باحترام كنيسة القديس جورجيوس للروم الكاثوليك، وبينهما خبز وملح وصلوات. وإذا كان لكل إنسان ملاك يحرسه، فللبلدة مارد شامخ يحرسها اسمه القلعة. هذه القلعة بناها الملك الآرامي حزائيل في عام 850 قبل الميلاد. أعاد ترميمها العرب ومن بعدهم الصليبيون في زمن غزواتهم للشرق وفلسطين، قبل أن يحررها صلاح الدين الأيوبي في عام 1187 للميلاد، ومن بعده السلطان المملوكي بيبرس، وصولاً إلى العهد الذهبي الذي عاشته في القرن 17 في زمن إمارة الشيخ نصيف النصار الزعيم العاملي البطل. جدد نصيف النصار بناء القلعة بعدما كانت مهدومة. ظلت القلعة تستعمل دوائر للدولة العثمانية، ثم جعلها الفرنسيون قيادة عسكرية لهم بعد دحر تركيا عن المنطقة في الحرب العالمية الأولى. في أواخر عام 1942 للميلاد رحل الجيش الفرنسي عنها نتيجة تحرك الأهالي لنيل الاستقلال. ندخل القلعة فنحس برهبة الماضي، لكن الصمت هو سيد المكان. إنه صمت الأمجاد الغابرة. تعد القلعة المعلم السياحي الذي أعطى البلدة شهرتها التاريخية. كانت في الماضي تتألف من 4 طبقات، تبلغ مساحة القلعة التقريبية 25,500 متر مربع، ولا تزال اليوم تحافظ على معالمها الأساسية القديمة. وتستغل مساحتها لإقامة المهرجانات والألعاب والبرامج السياحية. من هنا تظهر المناظر الطبيعية في جميع الاتجاهات. من بعيد يبدو جبل الشيخ. هكذا تظهر تبنين من أعلى القلعة. هنا في هذه اللقطات النادرة التي أخذت في الأربعينيات من القرن الماضي، تبدو تبنين حارات متناثرة وبيوتا ترابية وحجرية متباعدة. أما اليوم فقد تشابكت حاراتها وامتدت بيوتها لتصل إلى أطراف القرى المجاورة، ولكن تبقى ميزة تبنين هي الطابع التاريخي الممتزج بالطابع الحداثي في مشهد عمراني قل نظيره. أنعم الله على بلدة تبنين بخصائص عديدة، سياحية وأثرية كالقلعة وحصنها القديم الذي كان يستعمل فيما مضى لحماية القلعة من جهة الغرب. تتميز البلدة بأحراج مترامية من أشجار الصنوبر والسنديان الأخضر تلف البلدة عشقا وجمالا.
حملت تبنين خاصية العلم وتلقي العلوم، وولدت نخبا كبيرة من رجال الأدب والشعر والسياسة الذين تركوا بصماتهم الواضحة على صيرورة المشهد السياسي والثقافي اللبناني والعربي. وتعد الأديبة زينب فواز في طليعة من كتب الرواية الأدبية في العالم العربي. أما أبرز الوجوه السياسية والوطنية في تبنين فهو رئيس مجلس النواب الحالي الأستاذ نبيه بري. رفعت الجلسة. وثمة أسماء أخرى أثبتت حضورها سواء أكان داخل الوطن أم في محطات الاغتراب المختلفة. معروف عن أهالي تبنين اهتمامهم الشديد بالتربية والتعليم وإعطاؤهم العلم والتعلم قيمة كبيرة، ما يثبت ذلك أنها حاضرة علمية لسلسلة من المدارس التربوية والمراكز الثقافية الموزعة بين هضابها. ونظراً إلى أهميتها أسست الدولة اللبنانية فيها سرايا حكومية كبيرة لمتابعة الأمور القضائية والعقارية والزراعية لأهلها ولأهالي المناطق المجاورة لها. في تجولنا بين أرجاء البلدة العتيقة لا يمكننا إلا المرور على سوقها المشهور الذي يقام كل يوم جمعة والمعروف بسوق الجمعة. سوق شعبي جميل يدخل في زائره للوهلة الأولى شعوراً بأن البلدة مقبلة على احتفال. يعود تاريخ بناء هذا السوق إلى عام 1892 وقد بات جزءاً لا يتجزأ من تراث البلدة العريق. تترامى في سفوح البلدة وأوديتها كروم التين والزيتون ودوالي العنب. ويعتمد الكثير من سكان البلدة على زراعة نبتة التبغ كمورد للرزق. لقد عاصرت تبنين وأهلها المراحل التاريخية المختلفة بحلوها ومرها. وآخر فصول مرارتها حين اعتدت عليها آلة الحرب الإسرائيلية في خلال حرب تموز من عام 2006 من خلال قتلها للمدنيين العزل وضربها للمستشفى المدني في البلدة ونشرها عشرات ألوف القذائف العنقودية في السهول والمناطق السكنية. لكن البلدة عادت ونفضت عنها سريعاً غبار الحرب والدمار. تنتهي الحرب ولا ينتهي شوق أبناء بلدة تبنين إلى بلدتهم ووفاؤهم لها.